ماشي. إن شاء الله النهاردة نبدأ تاني محاضرة في كورس الكومبلكس. المحاضرة إحنا المرة اللي فاتت آخر حاجة اتكلمنا عليها كانت الـ powers and roots of a complex number، وشرحنا الـ roots وأثبتنا إنه أي complex number لما نيجي نجيب له الـ nth root فهيبقى له exactly n roots، وعرفنا الـ expression اللي بنجيب بيهم الـ n roots دول. وقفنا بالظبط عند اننا بس نبدا نشوف الاكزامبلز، وقلنا ملحوظه كده انه مجموعه الروتس دي كلها دايما هيبقى مجموعهم بصفر، وحاصل ضربهم في بعض ب يا اما نفس الكومبلكس نمبر الاصلي زد يا اما نيجاتيف زد على حسب الان ايفن ولا اود. يعني لو بتجيب السكوير روتس هيبقى حاصل ضربهم بنيجاتيف زد، لو بتجيب الثلاثه كيوبيك روتس هيبقى حاصل ضربهم زاد، وهكذا. طبعا دي حاجه انا قلت اثباتها مش عليكم، بس تبقى لطيفه ليك عشان تتاكد ان الروتس اللي انت جايبها صحيحه، بانك ابسط حاجه تجمعهم. نعم؟ انا مش سامعه والله. جرب جرب، هي محاضره ضايعه اصلا، فخلينا نجرب. انا فاكره ان هي كانت ليها حاجه هنا في البروجيكتور نفسه، صح؟ حاجه كانت نلففها تظبط الشاشه بسيطه، بس هو خايف يلمسه لان هو اول ما بيلمسه بيطفي، بيقعد 5 دقايق يشتغل. عندي فكره لطيفه يا جماعه بقى، يمكن بحس كده من ربنا بسبب الاسباب. انا النهارده كنت في دماغي اخلص حاجات معينه، والوقت زي ما انتم شايفين اتاخد مننا جزء كبير، هنخلص على قد ما نقدر، والجزء الباقي نجرب كده اسجله اونلاين وابعته لكم. انا ليا طريقه كده في التسجيل، وعندي الوايت بورد وبكتب بالديجيتال بان، بتحس انك في تجربه فعلا حقيقيه، ونشوف الناس قادره تستوعب الحاجات المتسجله وتسمعها. ويعني انا عارفه ان مش انا اديتكم كده فور يو سيريز وانتوا في سنه اولى، صح؟ بس هي كانت في مشكله ساعتها في المحاضرات، انا عارفه كانت الكواليتي الصوت مش حلوه قوي او حاجه زي كده، بس في ناس عاديه طيبه بتقول عادي عدت يعني. لا ان شاء الله المره دي هشوف انها هتبقى احسن شويه، ونشوف يمكن ات سام بوينت ديورنج السمستر مثلا تقولوا لا في رمضان احنا عاوزين نشتغل اونلاين احسن ونقعد في بيتنا كده، حسب ما انتم تختاروا مفيش مشكله، انا كده كده باجي الكليه، بس حسب اللي يبقى احسن ليكم يعني. طيب خلصتوا محاولات؟ طيب نبدا كده ان شاء الله بقى نحل الاكزامبلز من حيث وقفنا المره اللي فاتت. عاوزين الاول سؤال بيقول find the three cube roots of z equals i and z equals 1 and sketch them on the z plane. طيب فاول حاجه بنعملها هي ايه؟ المفروض ناخد الكومبلكس نمبر اللي بيدور على الروتس بتاعته ونحطه في البولار فورم، صح؟ وزي ما قلت لك حاول الاول شغل دماغك قبل ما تبدا تستخدم اي قوانين، يعني الكومبلكس نمبرز مثلا اي و1 دي من الحاجات اللي المفروض نبقى عارفين على طول الكومبلكس فورم بتاعتها. اولا نبدا ب z equals 1. z equals 1 ده فين؟ اهو، صح؟ يبقى ده لو هنحطه في الكومبلكس نمبر يبقى المودولس بتاعه كام؟ بواحد، والارجيومنت بتاعه بزيرو، صح؟ يعني هنقول انه ال z equals كام؟ هيبقى ايه؟ كوزاين 0 زائد اي ساين 0. يبقى عاوزين نجيب الروتس. الجنرال ايكويشن ايه؟ دبليو كي بتساوي السكوير روت اللي هو رقمه في الحاله دي، هو طالب ايه في الحاله دي؟ طالب ال ان ب 2، يبقى السكوير روت اللي هو الجذر الثاني لار، وبين قوسين عندنا هنا كوزاين، هو طالب التلاته روتس، التالت، الجذر التالت لار، وهنا كوزاين 0 بلس 2 كي باي على 3 زائد اي في ساين 0 بلس 2 كي باي على 3. طيب هنحط الكيب كام يا جماعه؟ 0 1 2، نقف عند n ماينس 1، فهنا بندور على 3 كيوب روتس
يبقى نقف عند الكي باتنين. نبدا نعوض واحد واحد. اولا الاوميجا نوت بتساوي كام؟ هتبقى طبعا كلهم المودولس بتاعهم بكام؟ جذر واحد، جذر الثالث لواحد اللي هو واحد، يعني كلهم هيبقوا واقعين على ايه؟ اليونيتي سيركل، اللي هي نفس السيركل اللي وقع عليها الرقم الاصلي اللي بنجيب الجذور بتاعته. فدي مبدئيا. بالنسبه للانجلز بقى، فاولا لما هنحط الكيب صفر هيبقى عندي اول واحد اللي هو ايه؟ كوزاين زيرو زائد اي ساين زيرو. ده اللي هو مين يا جماعه؟ ده اللي هو نفسه الواحد، يعني الواحد احد الجذور بتاعته واحد، ودي طبعا بديهيه ومعروفه، لان طالما ليه ريل روتس معينه لازم هتبقى هي نفسها موجوده من ضمن الكومبلكس روتس بتاعته. يعني احنا واحد از ريل نمبر، ايه الجذور بتاعته الريل؟ الجذور الثالثه رقم ثلاثه، مفيش غير واحد، يبقى ده لازم يكون موجود برده في الكومبلكس روتس. طيب اللي بعده اوميجا 1، لما نحط الكيب 1 هيبقى عندي هنا كوزاين 2 باي على 3 زائد اي ساين 2 باي على 3. وبعدين اوميجا 2 هتساوي، هنحط بقى الكي ب 2 يبقى عندنا كوزاين 4 باي على 3 زائد اي ساين 4 باي على 3. الكلام ده يعني نقول كده القيم بتاعته هتساوي كام؟ هنا طبعا ايه؟ ناقص نص 2 باي على 3 اللي هي 120 درجه. فناقص نص زائد جذر 3 على 2 اي، وهنا هيبقى ناقص نص ناقص جذر 3 على 2 اي. عايزين نحطهم السكتش ده على الزد 2. فبالنسبه لي ناقص نص زائد جذر 3 على 2 اي ده هيبقى هنا كده. اهو. النقطة دي كده اللي هي ناقص نص، ودي جذر 3 على الاثنين. طبعا قلنا ده كده الاوميجا نوت وده الاوميجا 1. وبالنسبة لاوميجا 2 هيبقى فين؟ اللي هو ال ناقص نص بس ناقص جذر 3 على الاثنين تحت كده. ده كده الاوميجا 2. يبقى ده الاوميجا 1 اوميجا 2 وده الاوميجا نوت. شوية ملاحظات كده. أولا كلهم واقعين على اليونتي سيركل. الحاجة التانية إنه فرق الأنجلز ما بين كل اتنين فيهم مقدار ثابت اللي هو كام؟ 2 باي على 3. الحاجة التالتة لو جيت تجمعهم التلاتة على بعض يطلع كام؟ هيطلع زيرو. واحد ناقص نص ناقص نص وبعد كده جذر 2 على 3 زائد ناقص جذر 3 على 2 هيطلع بزيرو. وطبعا كمان ممكن تجرب تضربهم هيطلع حاصل ضربهم بيدينا برضو إيه؟ بيدينا الزاد مرة تانية. اتفضل. قول تاني كده. اغير القلم؟ حاضر، نكمل بقلم تاني. طيب، عاوزين نكرر نفس الـ المسألة دي، بس عاوزين نجيب الجذور بتاعة ايه؟ زد بتساوي اي. زد بتساوي اي لو احنا هنكتبه في البولر فورم يا جماعة، المودولس بتاعه بكام والزاوية بكام؟ المودولس ب 1 والزاوية باي على 2، يبقى ادي 1 في بين قوسين كوزاين باي على 2 زائد اي ساين باي على الاثنين. يبقى الاكسبريشن العام بتاع الروتس هيبقى الجذر الثالث لواحد في بين قوسين كوزاين باي على الاثنين زائد 2 كي باي على 3 زائد اي ساين باي على الاثنين زائد 2 كي باي على 3، والكي كان برضو صفر واحد اتنين. هنحسب اول حاجة الاوميجا نوت، هنحط الكي صفر. طبعا كلهم برضو هنا في الحالة دي واقعين على ايه؟ على اليونيتي سيركل برضو. يعني احنا لو بدأنا نرسم ادي الاي برضو ادي سيركل اهي، المفروض ان كلهم هيبقوا واقعين عليها. طيب الاوميجا نوت نحط الكيب صفر، يبقى هنا عندنا كوزاين باي على 6 زائد اي ساين باي على 6. نحط بعد كده الكيب واحد هيبقى عندنا كوزاين، فهنا عندنا ايه ال 2 باي زائد زائد هنا هيبقى هنا 5 باي على 6. كل مره بنزود 2 باي على 3، وهنا اي ساين 5 باي على 6. ونفس الشيء نجيب الاوميجا 2. نحسب الحاجات دي كده بالارقام، هتطلع هنا ده هيطلع ب
جذر تيتا على 2 زائد نص اي واللي بعده ده اللي هو الاوميجا 1 هيطلع ناقص جذر تيتا على 2 تمام وزائد نص اي واخيرا الاوميجا 2 هيطلع بايه لما تيجي تحسبه وتختصره يطلع بناقص اي يبقى فين مكانهم فين على اليونتي سيركل طبعا مفيش المره دي الاي احد مفيش احد جذوره مش اي يعني الاي ليه 3 روتس مختلفين عنه اول واحد فيهم اللي هو هيبقى هنا كده اللي هو هنا جذر تيتا على الاثنين مع الاي وده كده الاوميجا نوت وبعدين في زاويه ثابته طبعا ما بين اي اثنين فيهم اللي هي 2 باي على 3 فهتلاقي الثاني هنا كده الجزء ده اللي هو ناقص جذر تيتا على الاثنين مع النص ده كده اوميجا 1 والتالت ايه ناقص اي بالظبط اللي هو موجود ايه موجود في الناحيه الثانيه من الرقم الاصلي زائد ونفس الملاحظات زي المره اللي فاتت اتفضل اصغر في الماجنتيود ولا اصغر في ايه بالظبط ما هو الماجنتيود صح لان انت بتاخد جذر لرقم بين لا هي هنا ما هو ايه بص الماجنتيود هيبقى اقل من او يساوي الماجنتيود بتاع الزد اقل من او يساوي لان انا لانه في الحاله بتاعت لو الماجنت لو الار بواحد هيبقى اي جذر ليها بواحد ففي الحاله دي اللي هي بيساوي بالظبط بس اللي انت بتقوله حلو قوي علشان السؤال الثاني في ناس ممكن تكون اوريدي بصت في الحل اللي انا بعته صح انا بعت لكم الحلول بتاعت الشابتر ده كله ففي ناس ممكن تكون حلت المسائل وهي بتذاكر السؤال الثاني بقى طالب الفور فور ثروتس اوف زد بتساوي 1 زائد اي هحله وهدي ملحوظه ان الرسمه اللي انا عملت لها ابلود مش دقيقه قوي فيها حته مش دقيقه هنصححها مع بعض دلوقتي واحنا بنعملها ودي ليها علاقه بالملحوظه اللي زميلكم بيقول عليها طيب تعالوا نحلها هنا بقى 1 زائد اي نشوف الروتس بتاعتها بكام اولا زاد بتساوي 1 زائد اي برضو كده يا جماعه بمجرد النظر الواحد زائد اي الماجنتيود بتاعه بكام المودولس والزاويه المودولس جذر 2 والانجل اللي هي باي على الاربعه بالظبط كوزاين باي على الاربعه زائد اي ساين باي على الاربعه شكله فين شكله ايه اهو 1 زائد اي اهو بيعمل زاويه 45 درجه مع الاكس اكسس عاوزين نكتب الشكل العام للاوميجا كي بصوا دي كده ده جذر 2 ده جذر 2 يبقى كل الجذور الرو بتاعها بكام جذر 2 الكل اس 1 على الأربعة صح يعني 2 اس نص الكل اس 1 على الأربعة اللي هي 2 باور كام 1 اوفر 8 صح كده يبقى جذر 2 وبترجع تاخد له الجذر الرابع يعني كانك بتجيب الجذر الثامن ل 2 2 او 2 اس 1 على 8 فدي اول حاجه نخلي بالنا منها ما نتلخبطش من وجود كذا جذر فوق بعض ونعملها الحاجه الثانيه نكتب بقى الجنرال فورم بتاعت الكوزاين جوه الكوزاين والساين هنا عندنا باي على الأربعة زائد 2 كي باي على الأربعة زائد اي في ساين باي على الأربعة زائد 2 كي باي على الأربعة والكي المرة دي بكام يا جماعة القيم بتاعتها؟ 0 1 2 3 عشان أنا عندي أربع جذور يبقى هنحط الكي مرة بصفر أنا آسفة الأقلام كلها شكلها ضعيفة يعني هحط مرة كي بصفر والحلول دي كلها عندكم يعني هنحط مرة كي بصفر نجيب الأوميجا نوت وبعد كده نجيب الأوميجا 1 ونجيب الاوميجا 2 ونجيب الاوميجا 3 كلهم الماجنتيود بتاعهم اسمه 2 اس 1 على 8 وبالنسبه للزوايا اول واحد هيبقى كام كوزاين باي على 16 زائد اي ساين باي على 16 طيب اللي بعده كلهم نفس الماجنتيود الزوايا بس اللي هتختلف هنا الزاويه اسمها ايه بقى هنزود على الباي على 16 دي
2 باي على الأربعة، يعني بنزود 8 على 16، يبقى هنا هيبقى عندي 9 باي على 16 زائد اي ساين 9 باي على 16، وهكذا كل مرة في الزيادات. الفاينل انسر بقى، خلينا نشوف الفاينل انسر عشان نعرف نحطهم او نشوف الارقام بعد الاختصار. يعني هتلاقي اول واحد اللي هو الاوميجا نوت 1.0696 بلس 0.2127 اي، واللي بعده ماينس 0.2127 زائد 1.0696 اي. الاثنين التانيين تقدروا برضو تتوقعوا ان انت لازم تلاقي الارقام دي ظهرت بالعكس الاشاره عشان في الاخر يطلع المجموع سالب. فهنا ده ماينس 1.0696 ماينس 0.2127 اي، وهنا اهو 0.2127 ماينس 1.0696 اي. طيب لما نيجي نبلوت ذم الحقيقه وانت عشان ترسمهم الاسهل تبص على البولر فورم. البولر فورم بتقول ان كلهم ليهم نفس الماجنيتيود اللي هو اسمه 2 اس 1 على 8. 2 اس 1 على 8 ده لو جربتوا تحسبوه على الكالكيتر هيطلع 1 point something، اكتر من الواحد بشويه، بس ديفينتلي هيطلع ايه؟ اقل من ايه؟ من جذر 2، يعني اقل من المودولس بتاع الزاد نفسه. يبقى مبدئيا كده نرسم رسمه لازم يكون الزاد فيها بره الدايره دي، صح كده؟ وهي دي الغلطه اللي موجوده في الرسمه اللي انا عامله لها ابلود، ان في شيفت كده الزاد جوه، لا هو المفروض يكون بره، وان كان الفرق بينهم بسيط قوي. يعني جيت تحسب على الكالكيتر 2 اس ونص و2 اس 1 على 8، يعني هتلاقي طبعا الجذر بره الدايره دي، يعني اكبر من 2 اس 1 على 8. مع ذلك هتلاقي بقى، بصوا انه ده، بص يعني الاحداثيات دي هتبقى هنا كده، فاهمين حاجه؟ يعني النقطه زاد ب 1 بلس اي، 1 بلس اي يعني هنا دي الكوردينتس بتاعتها 1 و1، في حين انه الدايره دي نص قطرها بايه؟ ب 2 اس 1 على 8 اللي هو هيطلع 1.0 something، يعني اكبر من الواحد بحاجه بسيطه قوي. ففي فرق ما بين الاكس والواي بتاع النقطة الأصلية زاد وما بين المودولس بتاعها. الاكس والواي 1 و1، دول هيبقوا جوه الدايرة، لكن المودولس زاد بره الدايرة، فهي فرق بسيط قوي. وإن كان أنت مش محتاج تحط الزاد أصلاً، مش محتاج تحط الزاد، هو طالب منك تحط إيه؟ الروتس. بس دي يعني اللي يحب يتخيل الدنيا فيها إيه، بس دايماً زي ما زميلكم قال، دايماً هيبقى الجذور واقعة على سيركل، يا اما هي نفسها السيركل اللي عليها الزاد يا اما اقل منها، مش العكس. فالملحوظه دي حلوه برضو، زي ما تلاحظوا في الحالتين دول كانت الروتس واقعه على نفس السيركل بتاع زاد اكمن المودولس بتاعه بواحد، لكن في اي حاله تانية لما يكون المودولس مش بواحد لازم هتلاقي الجذور واقعه على سيركل اقل من السيركل الاصليه اللي وقع عليها الزاد الاصليه. يعني زي ما احنا شايفين الفيكتور اهو خارج بره سنه، خارج بره الدايره دي سنه بسيطه. هو معلش في اتنين بيسالوا في نفس الوقت، هي زميلتك بتسالها، اتفضلي. لا مش على السيركل، هي الاحداثيات هنا برضو جوه السيركل. سيبنا من يعني الاحداثيات هتبقى زي ما هتبقى، احنا بنتكلم بس بنقارن المودولس بالمودولس. لا الكوردينتس اكس وواي ما نقدرش نوصل لقاعده عامه نقول الكوردينتس بتاعت الجذور دايما اكبر ولا دايما اصغر، لا، احنا بس بنقارن مودولس بمودولس. اتفضل. بس علي صوتك. لا، مودولس الجذور اصغر من مودولس الزاد الاصلي اللي بتجيب له الجذور، لانه العلاقه بينهم رو بتساوي ايه؟ بتساوي الانث روت بتاع الار، فدايما هيبقى ده اقل من الار نفسه. بس اهو شايف الزاد الاصليه فين؟ هتبقى بره السيركل اللي فيها الفيكتور ده، خارج بره السيركل اللي وقع عليها الجذور، او يعني في
الاكستريم كيس ان يبقى نفس السيركل، يعني تلاقي الفيكتور ده واصل لحد نقطه على السيركل دي، بس ما ينفعش يبقى الفيكتور جوه السيركل. واضح النقطه دي؟ يعني الجذور يا اما على سيركل جوه السيركل بتاعت زد، يا اما على نفس السيركل بتاعت زد. دي حاجه انت اصلا ممكن ما تتطرقلهاش لو انت ما رسمتش، بس وان كنت انا احب دايما الناس تشغل دماغها وتتخيل العلاقات الحاجات ببعضها. طيب الحاجات باينه بمنتهى البساطه، خلاص انت عارف السيركل هما موجودين عليها. شوف بس الزوايا، باي على 16 ده غالبا حاجه هنا كده اهو، ماشي كده، بدأ اوميجا نوت اول واحد. وبرده في نقطه لطيفه جدا، الانجل ما بين كل تو روتس هنا الديفرنس بكام؟ هم اربعه، يبقى دايما الانجل ما بين اي اتنين هتبقى كام؟ باي على الاثنين 90 درجه دايما، صح؟ فانت حتى ممكن عينيك كده خالص تقول انا هنا مشيت باي على 16، همشي هنا باي على 16 اهي، بحيث ان تبقى الانجل دي 90 درجه، وهعمل هنا خط على الاستقامه وهنا خط على الاستقامه. يبقى دي كده اوميجا نوت، اوميجا 1، اوميجا 2، اوميجا 3. واضح يا جماعه؟ اهم حاجه زي ما قلت انا احب قوي في الكومبلكس الناس تقعد تتخيل كل الحاجات على الزد بلين، ده يديك فهم اكتر للارقام بتاع الكومبلكس نمبرز اللي طلع. طيب تعالوا بقى نتنقل لي ديفينيشن تاني كده اسمه البرنسبل روت. احنا كلمه برنسبل دي سمعناها برضو المحاضره اللي فاتت واحنا بنتكلم على ايه، برنسبل ارجيومنت، صح؟ قلنا ان اي كومبلكس نمبر ليه عدد لا نهائي من الارجيومنتس، لكن واحد بس فيهم بيبقى اسمه البرنسبل ارجيومنت اللي هو واقع من ما بين ايه وايه، ناقص باي لباي. برضو هنا كلمه برنسبل هتظهر لنا كتير قوي از وي جو كده واحنا بندرس الفانكشنز واحنا بندرس الحاجات دي، في حاجات كتير هيبقى ليها مالتيبل فاليوز، واحده فيهم كده هتبقى البرنسبل. البرنسبل nth root of a complex number z is the one obtained using the principal value of الارجيومنت بتاع الزد. يعني بصوا هنا يا جماعه، احنا واحنا بنجيب الجذور ما حطيناش اي شرط على الزاويه اللي انت بادئ تعوض بيها. يعني كان ممكن مثلا الرقم اللي اسمه i تعتبر ان الارجيومنت بتاعه بدل باي على 2 كنا نقول ان هو ايه مثلا ناقص 3 باي على 2، وعادي وتكتب هنا ناقص 3 باي على 2 وتعوض عن كيب 0 1 و 2، هيجنريت نفس الروتس بس يمكن بترتيب مختلف، صح؟ يجيب لك الاول اوميجا 1 وبعدين يعني هتجنريت نفس الثلاثه. لكن هو بيقول ايه؟ لما بقى تستخدم، لما دايما تعوض بالبرنسبل ارجيومنت وتستخدم الكيب صفر، الروت اللي تحصل عليه ده بيبقى اسمه البرنسبل روت اوف الكومبلكس نمبر زد. ففي الحالات اللي احنا حليناها دي، طبعا احنا بالصدفه في الثلاث حالات كنا الزاويه الاصليه اللي بنستخدمها هي البرنسبل ارجيومنت. يعني مثلا الكومبلكس نمبر اللي هو اسمه واحد، الكومبلكس البرنسبل ارجيومنت بتاعه هو الصفر اللي احنا حطيناه. كذلك الاي الكومبلكس نمبر البرنسبل ارجيومنت بتاعه هو باي على الاثنين، واحد زائد اي البرنسبل ارجيومنت بتاعه هو باي على الاربعه. فاحنا اوريدي كنا مستخدمين البرنسبل ارجيومنت ومع الكيب صفر، يعني اول رول جبناه في الثلاث حالات هو ايه؟ هو ما يسمى بالبرنسبل روت. بس طبعا هنا مثلا هنقول ده ايه؟ البرنسبل كيوبيك روت، لان انا لو بدور على 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 الفورث روتس هيبقى البرنسبل مختلف وهكذا. يبقى ده كده الاوميجا نوت هنا اللي هو اصلا كان هو نفسه الواحد دي، ده كده البرنسبل كيوبيك روت اوف زد بتساوي واحد. وهنا الاوميجا نوت اللي هي جذر تيتا على الاثنين زائد نص اي، بدي كده البرنسبل كيوبيك روت اوف زد بتساوي اي. هنا بالنسبه للاوميجا نوت اللي هي اول واحده خالص اللي هي 1.06 زائد 0.2 on 2i، ده كده البرنسبل فورث روت اوف z equals 1 plus i. واضح كده فكره البرنسبل روت؟ طيب الحقيقه كمان هو بيقول ملحوظه كمان، بيقول ايه؟ بيقول الحاله الخاصه اللي يكون فيها الزد بوزيتيف ريل نمبر، زي انهي حاله في دول؟ اول حاله الزد اللي احنا بنجيب له الجذور كومبلكس ريل بوزيتيف ريل نمبر زي مثلا الحاله دي. يبقى في الحاله دي بيقول ايه؟ البرنسبل nth root هيبقى هو نفسه نفس الرقم دايما، يعني البرنسبل nth root of z هيبقى هو نفسه
الجذر، لا انا اسفه مش نفس الرقم، هيبقى الجذر ال n ل r. طبعا لما ال r هنا بواحد اداني نفس الرقم، بس لو ال r مثلا لو الرقم ده كان زد بتساوي 8 او زد بتساوي 27 او اي حاجه، وانت بتجيب له ال 3 كيوبيك روتس بتاعه، مين فيهم البرنسبل؟ الريل 1 هيبقى هو ده البرنسبل اللي هو الجذر n ل r. ففور اكزامبل لو انا بجيب ال 2 لو انا بجيب مثلا ايه ال 2 سكوير روتس اوف ذا كومبلكس نمبر زد بتساوي 4، ايه رايكم كده هيبقى كام؟ ال 2 سكوير روتس بتوع 4 هيبقوا كام؟ بلس وماينس 2، بلس وماينس 2، جربوها كده هيطلع بلس 2 وماينس 2. ما هو اصل خلي بالك الكومبلكس مش هيتخطى الريل، يعني في الريل الرقم اللي اسمه 4 ال 2 سكوير روتس بتوعه هم بلس وماينس 2، لازم هيطلعوا هما نفسهم في الكومبلكس، مش هيطلع لك حاجات جديده. تمام؟ بس مين فيهم البرنسبل؟ بلس 2. طيب انما مثلا لو انا عندي رقم 8، 8 ليه كام كيوبيك روت في الريل؟ واحد بس اللي هو 2 بس، هتلاقي الكومبلكس هيجنريت له 2 تانيين، وفي الحاله دي هيبقوا غالبا ايه؟ كومبلكس كونجيجيت لبعض. يبقى مين فيهم في الاخر البرنسبل؟ هو 2 اللي هو الجذر الثالث للار. طيب وهكذا. فدي بس مجرد ملحوظة من الديفينيشن اللي احنا لسه قايلينه فوق. كده خلصنا سكشن 1.4 اللي هو بيتكلم على الباورز اند روتس. وتعالوا بقى نبدا شوية نتكلم على بعض الحاجات في الكومبلكس بلين نفسه. فهنلاقي سكشن 1.5 ده اسمه ايه؟ سيتس اوف بوينتس ان ذا كومبلكس بلين. هنبدا نروح نبص على الكومبلكس بلين ونعمل شوية ديفينيشنز كده على الريجنز اللي في الكومبلكس بلين. In this section we state some essential definitions and terminology about sets in the complex plane. خلي بالكم الكورس اصلا اسمه ايه؟ اسمه complex functions. احنا لسه عاوزين نتنقل للدوال المركبه، فكل ده تمهيد لحد ما نوصل اننا نبقى جاهزين نتكلم على complex functions. طيب اول حاجه السيركلز، اول ريجن محتاجين نتعرف عليها في complex plane السيركل. السيركل في complex plane شكلها ايه؟ شكلها انها ليها سنتر عباره عن complex number اسمه مثلا زد نود، وليها برضه radius زي اي سيركل. فايه الايكويشن بتاعت السيركل في الكومبلكس بلين تكتبها ازاي؟ الايكويشن دايما بتاعت اي سيركل هي ايه؟ مودولس نقط اي نقطه على السيركل. لما تجيب الفيكتور بتاع اللي هو بيبدا من السنتر ويوصل لاي نقطه على حروف السيركل لازم يكون طوله ثابت وبيساوي كام؟ بيساوي الراديوس بتاع السيركل اللي هو في الحاله دي رو، يبقى مودولس زد ناقص زد نوت بتساوي رو. والرو طبعا الراديوس نفسه بيبقى بوزيتيف ريل نمبر يعني. فكل النقط اللي هي بتوصفها الايكواليتي مودولس زد ناقص زد نوت بيساوي رو هتبقى واقعه على ايه؟ على السيركل بالشكل ده. طيب يبقى دي كده الوصف بتاع السيركل. اكزامبل سكتش ذا فولوينج سيركلز. مودولس زد بتساوي 1 يا جماعه شكلها ايه؟ هو معلومتين عاوزينهم السنتر والراديوس. مودولس زد بتساوي 1، فين السنتر بتاعها؟ 0، كان هنا جوه عندي زد ناقص 0، والراديوس في قلم كمان يا سلام. ماشي، واحد وهنا واحد. شكرا، الف شكر، شكرا. خلاص؟ يبقى هنا دي كده طبعا الراديوس هنا بواحد. حلو؟ طيب السيركل اللي بعدها مودولس زد ناقص 1 زائد 3 اي بخمسه. مودولس زد ناقص 1 زائد 3 اي بخمسه. فين السنتر هنا خلي بالك؟ لازم تحطها بس على شكل زد ناقص زد نوت. يبقى هنا دي هتبقى 1 ناقص 3 اي. صح كده؟ وبيساوي 5. يبقى هنا 1 اهو وبعدين مشينا تحت 3، ده كده السنتر. اتحركنا هنا 1 على اليمين و3 تحت، وبعدين نرسم بقى سيركل الراديوس بتاعها بخمسه. تبقى حاجه كده. تقدر برضو تحدد شويه نقط كده اللي هي ايه؟ الاساسيه مثلا اللي فوق دي، كان انت بتطلع خمسه في كل اتجاه، وتقدر تحدد النقط دي فين عشان تبقى برضو راسم شويه رسمه دقيقه شويه. يعني مش دقيقه قوي بس تبقى مطمن ان انت مثلا بتكروس ال الاكسيس في مناطق صحيحه في البوزيتيف او في النيجاتيف بشكل صحيح. طيب في مسائل طبعا كتير في الشيت على الايه السيركلز والبلوتنج بتاعها. تعالوا بقى ندخل على ريجنز ثانيه في الكومبلكس بلين اسمها ديسكس اند نيبرهودز. الحاجات دي كلها بنتعلمها علشان قدام
هنحتاجها في نظريات كتير وكده. لما انا اقول لك اسيوم ان كذا اذا نيبرهود يبقى لازم تعرف يعني ايه نيبرهود او ديسك او انيلس او اوبن سيت او ري، هنتعرف على حاجات كتير كده از وي جو تستخدم بعد كده في النظريات. الديسك هو السيت اوف بوينتس زد ديفايند باي مودولس زد ناقص زد نود اقل من او يساوي الرو. ده ديسك اوف راديوس رو سنتر از زد نود. يعني من الاخر الديسك ده عباره عن ايه؟ كل النقط اللي على السيركل او جواه، وهو من اسمه ديسك كده. زي فاكرين طبعا السي دي هات تعتبر ديسك للي لسه، بس هي السي دي هات بتبقى عاده فيها من جوه فجوه. لا تخيل ان انت معاك قرص متكامل كده، يبقى ده هو ايه؟ الديسك. طيب بالنسبه بقى لكلمه نيبرهود، ايه الفرق بين نيبرهود وديسك؟ الفرق ان في النيبرهود النقط اللي على البيراميتر نفسه بتاع السيركل مش معاك، يبقى دي نقول عليها نيبرهود للنقطه زد نود. يبقى ذا سيت اوف بوينتس زد ذات ساتيسفاي ذا ستريكت انيكواليتي اللي هي ايه؟ مودولس زد ناقص زد نود اقل من الرو، يعني لاي ويذن اند نوت اون ا سيركل اوف راديوس رو سنترد ات ذا بوينت زد نود، دي بنقول عليها نيبرهود اوف زد نود. طبعا كلمه نيبرهود لازم تقول اوف ايه، يعني خلاص لما بقول ديسك خلاص هو ديسك وليه سنتر طبعا، بس كلمه نيبرهود لازم اقول ده النيبرهود بتاع مين؟ بتاع النقطه زد نوت اللي هي السنتر بتاع الدايره دي. فده كده المنطقه اللي هي المجاوره للزد نوت، النيبرهود اوف زد نوت. اهم بس حاجه فيها تنتبه انه ايه؟ الباوندري نفسه مش معاك. هنعرف بعد شويه ان دي كده بقى اسمها اوبن سيت، لكن لما يكون الباوندري معاك بقى اسمها كلوزد سيت. طيب في حاجه بقى اسمها اديليتد نيبرهود. اهو ديليتد نيبرهود ده بالظبط زي السي دي هات كده، يعني الجزء اللي في النص مجوف مش موجود. A deleted neighborhood is the set of points set Z that satisfy the simultaneous inequality ان modulus Z ناقص Z نود اكبر من الصفر واقل من الرو. كلمة اكبر من الصفر معناها ان انت استثنيت مين؟ شلت Z نود نفسه، شلت السنتر. فدي كده is called a deleted neighborhood of Z node i.e. a neighborhood of Z node that excludes the point Z node. النقطة دي مش موجودة فيها، يبقى دي اسمها deleted neighborhood. Examples لما اقول modulus زاد اقل من الواحد يبقى دي كده circle ولا neighborhood ولا deleted neighborhood؟ انا اسفه، ديسك ولا neighborhood ولا deleted neighborhood؟ neighborhood صح؟ لانه السنتر معاك والباوندري مش معاك، يبقى دي كده neighborhood. بينما لو قلت modulus زاد اكبر من صفر واقل من الواحد دي بقت deleted neighborhood، لان خلاص شلنا الاوريجن منها، شلنا السنتر بتاعها. برضو اكزامبل تاني، لو قلنا modulus زاد ناقص 3 زائد 4 i اقل من 0.01 فدي كده neighborhood لمين؟ فين السنتر بتاعها؟ 3 ناقص 4 i. whereas الانيكواليتي هي اللي هي نفسها اللي فوق بس حطيت عليها من ناحية تانية اكبر من صفر، اصبحت deleted neighborhood للنقطة بتاعت اللي هي 3 ناقص 4 i. طيب تعالوا بقى نتكلم على الاوبن سيتس. بس قبل ما نتكلم عن الاوبن سيتس هنعرف كده حاجة اسمها الانتيريور بوينت والباوندري بوينت والاكستيريور بوينت. هي من الآخر انتيريور بوينت يعني منطقة موجودة جوه الشكل بتاعك، باوندري يعني على حدود الشكل، اكستيريور يعني بره، كلام واضح يعني. لكن لازم نديله شوية ديفينيشنز كده رياضية شوية. فبيقول لك a point Z node is said to be an interior point of a set S of the complex plane if there exists some neighborhood of that node that lies entirely within S. يعني بقول عن نقطة انها interior لو كنت مطمن ان في منطقة حواليها كده مهما كانت صغيرة بس تكون كلها ايه؟ موجودة جوه السات S، والا غير كده ما تبقاش جوه، ما تبقاش نقطة interior. وحتى مديلك كذا مثال في الرسمة دي لنقط متواجدة بالكامل هي والمنطقه المحيطه بها جوه الايه؟ جوه السات اس، يبقى دي كده اقول عليها انها انتيريور بوينت. بينما لو في نقطه اي نيبرهود ليها بيبقى جزء منه جوه وجزء منه بره، يبقى ده هيبقى ايه على طول؟ باوندري. يعني لو انا مثلا الدايره، لو انا خدت نقطه هنا وخدت اي نيبرهود صغير حواليها، لازم هتلاقي دايما ايه؟ جزء منه جوه السات اس والجزء بره، يبقى دي كده نيبرهود، يبقى دي كده باوندري بوينت. منطقة نقطة موجودة على الباوندري. يبقى النقطة اللي موجودة على الباوندري دي تيجي تاخد لها أي نيبرهود مهما كان صغير تلاقي دايما جزء منه
جوه الدايره وجزء بره الدايره. يبقى دي كده باوندري بوينت. لو نقطه بقى ولا هي انتيريور ولا هي باوندري هتبقى ايه؟ اكستيريور، يعني بره السات خالص. فهم دول التلات انواع عندنا. فهنا طبعا بيقول if every neighborhood of a point z node of a set s contains at least one point of s and at least one point not in s يبقى الz node is said to be a boundary point of s. والcollection بقى كل الcollection of boundary points بيكونوا ايه؟ بيكونوا ما يسمى the boundary of s. يبقى the collection of all boundary points توصلهم ببعض كده يديلك الباوندري اللي هو في الحالة دي مثلا الباوندري هو مين؟ الدايرة نفسها، المحيط نفسه. أو في الحالة اللي فوق بقى لو بصيتوا على الشكل اللي تحت هتلاقوا السات اس لو هي اللي معمولة باللون الأزرق ده يبقى الباوندري بتاعها هو المحيط اللي بالبولد الأسود البولد، ويبقى كل ما هو جوه المحيط ده اسمه انتيريور بوينتس، على المحيط باوندري، بره اكستيريور بوينت. طبعا a point that is neither an interior point nor a boundary point is said to be an exterior point. ليه احنا خدنا الديفينيشنز دي؟ عشان نوصل لاول حاجه احنا كاتبينها فوق اللي هي ايه؟ open sets. عشان نعرف يعني ايه open set. وده الديفينيشن الجاي بقى. فهي بيقول ايه؟ if every point z of s is an interior point then s is said to be an open set. يعني من الاخر لو خدت السات اس من غير المحيط بتاعها يبقى انا كده عندي اوبن سات. طبعا احنا كان اسهل بكتير قوي في الريل، يعني في لما احنا كنا بنتكلم في الحاجات اللي هي فيها وان فاريبل فانكشن اف اوف اكس، فكره اوبن انترفال دي كانت ايه يا جماعه؟ انترفال النقط الحدود بتاعتها مش معانا صح؟ وكنا بنفرق بينها ان انا مثلا لو كتبت كده من 2 3 فيرسس لو كتبت كده صح؟ دي اوبن ودي تحت كلوز. فالنقطتين مش معايا، لكن لو مش معايا يبقى اوبن، لو معايا يبقى كلوز. في الكومبلكس بلين بقى بما ان هو 2 دايمنشنال بلين كنا محتاجين ديفينيشن ذات از مور جنرال. فالديفينيشن المور جنرال اللي انا اقول ايه؟ لو كل الباوندري بوينتس دي مش معايا يبقى دي اوبن سيت. طب لو كانوا معايا يبقى ما بقتش خلاص اوبن سيت. وبالتالي الديسك، هل الديسك اوبن سيت؟ لا، في الديسك بيبقى الباوندري معاه. لكن مين اللي ينفع يبقى اوبن سيت؟ النيبرهود. والحقيقه كمان الديليتد نيبرهود هو كمان ينفع، لانه as long as ان انت معكش الباوندري نفسه ما عندكش، يعني بمعنى صح الانيكواليتي ما تبقاش فيها او يساوي، يعني ما تبقى اكبر او اصغر ما فيهاش او يساوي من اي ناحيه، اصبحت اوبن سيت، اصبح الباوندري ده مش معاك. وناخد اكزامبلز نشرح بيها الكلام ده. لما انا اقول في ريجن، اعتقد انتوا لسه ما حددتوش على الحاجه، ماشي. لما انا اقول في ريجن بوصفها بان انا اقول ريل ذات اكبر من واحد، يبقى الريجن دي شكلها ايه في الكومبلكس بلين؟ هي كل النقط اللي الريل بارت بتاعها اللي هو اكس اكبر من واحد، يعني كل المنطقه اللي باللون اللبني في الشكل ده، كل ما هو على يمين الخط اللي هو اسمه اكس بتساوي واحد. هل اكس بتساوي واحد نفسه معانا؟ لا، لان هو بيقول لك ريل ذات اكبر من واحد. يبقى دي على فكره ان السات مش ضروري تكون دوائر، ما هي هاف ا بلين ده سات عادي جدا. يبقى هنا هل المنطقه اللي هي اسمها ريل زاد اكبر من واحد تعتبر اوبن ولا مش اوبن؟ الباوندري مش معاك فهي اوبن. ولما تيجي تركز في الديفينيشن بيقول لك جرب تاخد اي نقطه، ما خلي بالك الخط اكس بيساوي واحد ده اصلا كده كده ده مش موجود معانا في السات، فناخد نقطه يمين الخط اللي اسمه اكس بيساوي واحد بحاجه بسيطه، وليكن النقطه اللي هي عندها الاكس بتاعها ب 1.1 زي ما هو موجود كده، يعني 1.1 والواي بتاعها مثلا 2. هتعرف دايما تلاقي نيبر هود حواليها يكون بالكامل موجود جوه السات اس، وبيحاول بس يثبت لك انها اوبن بالتعريف. احنا طبعا مقتنعين لان اصلا الباوندري خلاص مش معانا، يبقى دي اوبن سات. بينما لو قلنا ريل ذات اكبر من او تساوي واحد دي ما بقتش اوبن سات، لان الباوندري اكس بتساوي واحد ده داخل معاك، واي نقطه على هذا الباوندري هتلاقي اي نيبر هود ليها في جزء منه موجود على اليمين وجزء على الشمال، يبقى ما بقتش انتيريور خلاص. يبقى خلاص، يبقى دايما كده الاوبن سيتس هتلاقيها مرتبطه بان انت عندك الانيكواليتيز تكون ستريكت انيكواليتي، يعني يا اصغر يا اكبر ما يكونش فيه او يساوي دي. الانيوس بقى تفتكروا الانيوس اللي هي ايه؟ حلقه اللي هي من الاخر شبه شويه الديتد نيبرهود، بس الفرق ان الانيكواليتي الاولانيه مش اكبر من صفر، لا اكبر من رقم بقى،
كده يعني modulus زد ناقص زد نوت اكبر من رو 1 واصغر من رو 2، فطبعا شكلها ايه؟ شكلها كده. دي كده اسمها الانيولس. دي كولد، طبعا دي اوبن ولا مش اوبن؟ دي كده اوبن، لان الباوندري حتى منقط زي ما انت شايف فوق وتحت مش معانا. يبقى دي اسمها اوبن سيركولر انيولس او رينج سنتر دقات زيت نوت. لو حطيت الرو 1 بصفر تحصل على ايه؟ ديليتد نيبرهود. يبقى انت كده كان انت عمال تضيقت ضيقت الدايره اللي جوه لحد ما يا دوبك بقت الدايره المحيطه بس بالنقطه السنتر اللي هي زد نوت دي. طيب طبعا هنا الفيجر ده بيبين انيلس سنتر اد اوريج. واحد برضو من الديفينيشنز المهمه، احنا خلاص عرفنا يعني ايه اوبن سات وعرفنا يعني ايه انيلس ورينج والحاجات دي. دومين، امتى اقدر اقول ان السات اللي موجوده في الكومبلكس بلين دي از ا دومين؟ امتى تصلح انها تكون دومين؟ وطبعا كلمه دومين هو نفسه اللي احنا هنستخدمه بعد كده لما نيجي نتكلم على الفانكشنز. فامتى اقول انها دومين؟ طب قبل ما نعرف امتى هنقول انها دومين، تعالوا بس ندي تعريف زياده كده. امتى اصلا اقول على السات انها كونكتد سات؟ امتى اقول عليها انها كونكتد سات؟ من اسمها كده كونكتد، يعني لو اخذت اي نقطتين فيها تعرف تلاقي ما يسمى ب بوليجونال لاين، خط متكسر كده بس متصل ببعضه كله، يوصل النقطتين دول ببعض ويكون الخط ده بالكامل جوه السات. يبقى هنا يعني كانك تعرف تلاقي طريق تتحرك بيه من النقطه دي الى النقطه الثانيه، والطريق ده بالكامل موجود جوه السات. لو ده اتحقق لاي نقطتين في السات دي يبقى دي كده كونكتد. يبقى ذا سات از السات تو بي كونكتد اف اني بير اوف بوينتس زد 1 اند زد 2 ان اس كان بي كونكتد باي اي polygonal line that consists of a finite number of line segments joined end to end that lies entirely in the set S as shown in the figure. طيب يبقى ده كده connected، نقول عليها انها connected set. طبعا مثال على set ما تبقاش connected اهو حاجه بالشكل ده مثلا، لما انا يعني ما اعرفش قوي رياضيا ممكن نلاقي لها inequalities وتبقى انت مقتنع ان السات دي مش connected. بس مثلا ايه لو انا عندي حاجه عباره عن الجزء ده والجزء الثاني ده، يعني الاثنين دول مع بعض لقيت معادله توصفهم، فدي سات بس مش كونكتد لان انا ما اعرفش الاقي مسارات ما بين كل النقط اللي فيها وهكذا يعني. مين هو الدومين بقى؟ An open connected set is called a domain. يبقى الدومين هو ايه؟ open، لازم يكون open ولازم يكون كمان connected set. ده التعريف بتاع الدومين. open connected set. نشوف examples. Each of the open sets in the following figures is connected and so are domains. أول واحد أهو أول example اللي هو إيه؟ الإيماجيناري بارت أوف ذات أقل من الصفر، ده اللي هو اللور هاف بلين. هل هو open؟ لأن أنا بقول أقل من الصفر، الصفر نفسه مش معانا. هل هو connected؟ طبعًا أي نقطتين فيه تقدر تلاقي خط مستقيم حتى يوصل ما بينهم مش متكسر. طيب نفس الشيء لو انا قلت رين زاد اكبر من ناقص واحد اقل من الواحد، دي اوبن، كونكتد، وهكذا برضو المنطقه اللي هي الاكزامبل الثالث اللي هو مودولس زاد اكبر من واحد، برضو طالما ان الباوندري اللي هو اسمه زاد بيساوي واحد مش معاك يبقى ده اوبن. طب هل هو كونكتد؟ ايه رايكم؟ الريجن دي يا جماعه اللي هي كل ما هو خارج السيركل كونكتد ولا لا؟ واحد يقول ثانية واحدة بس، النقطة دي من النقطة دي أوصلهم إزاي؟ عادي نلف حواليها، هو مش لازم يكون ستريت لاين، بوليجونال لاين، يعني مجموعة لاينز متوصلة ببعضها، يبقى ده كونكتد برضه. وطبعا نفس الشيء برضه إيه؟ الأوبن سيركلر أنيلس تعتبر أوبن وكونكتد، يبقى هي دومين، يبقى كل دول يصلحوا إن هم يكونوا دومينز. ما يسمى دومين. إكزامبل تاني، لو انا قلت السيت اوف نمبرز ساتيسفاينج انه ريل زد لا يساوي 4، بصوا بقى ريل زد لا يساوي 4، حد يعرف يقول نرسمها ازاي؟ هو فين الخط ريل زد بتساوي 4؟ اهو صح اللي هو اكس بتساوي 4، فريل زد لا تساوي 4 يعني ايه؟ يمين وشمال الخط.
فدي اوبن سيت تمام لان الخط ده نفسه مش موجود فيها. لكن هل هي كونكتد؟ لا، اي نقطه على اليمين ما تعرفش توصلها بنقطه على الشمال من غير ما تمر على حته مش ديفاين معاك في السيت. يبقى اكزامبل بسيط قوي يوري لك اوبن بات نوت كونكتد. حد مش فاهمه؟ يبقى ريل زد لا تساوي 4 اوبن، لان انت باي ديفينيشن لو خدت اي نقطه يمين الخط ده هتلاقي نيبر هود حواليها، متحقق شرط السات فيه. اي نقطه شمال الخط ده هتلاقي نيبر هود حواليها. لو نقطه على الخط، معلش قول تاني. لو ايه تاني؟ لو انا قلت يعني ريل زاد لا تساوي 4 وخدت معايا نقطه، في الحاله دي هيبقى كونكتد. لا، هيبقى كونكتد افري وير، لانك دايما هتعرف تنقل من اليمين للشمال ثرو النقطه دي. وده سؤال حلو طبعا. يعني هو يعني قال لك ريل زاد لا تساوي 4، بس انا معايا النقطه اللي هي مثلا اسمها 4 نفسها معايا، يعني حطيت شرط كده عجيب بحيث ان انا اضمن النقطه دي معايا. بس لازم نتاكد ساعتها انها اوبن ولا لا. ممكن ده يختل بقى شرط انها تكون اوبن، بس كونكتد كونكتد. طيب ماشي. انا مش عايزه الخبط الناس. هو السؤال اصلا بيقول لو الخط كله مش معايا ما عدا نقطه عليه، نقطه واحده على الخط ويمين الخط وشمال الخط ونقطه واحده عليه. يمين وشمال، يمين معايا وشمال معايا والخط كله مش معايا ما عدا نقطه عليه، فكده كونكتد. اوبن ولا لا؟ لا، دي ممكن تكون بقى الشرط مش متحقق. برضو قلنا ايه؟ A neighborhood of a point Z node. يعني ايه neighborhood of a point Z node؟ يعني دايرة حوالين الـ Z node، بس الدايرة نفسها المحيط مش معاك. دي open و connected كمان، صح كده؟ يبقى دي open و connected. طيب السلايد المتبقية في السلايد نمبر 1 بنتكلم فيها على شوية، عشان تبقى الناس حاسه بقيمه اللي بتدرسه، يعني شويه ابلكيشنز للكومبلكس نمبرز وعامه الكومبلكس اناليسز في فيلز كتيره قوي. انا بس فور ذا سيك اوف تايم، واني عايزه ادخل في تشابتر 2، هعدي الحاجات دي بسرعه وروها انتوا براحتكم. فالكومبلكس نمبرز ليها ابلكيشنز في الكنترول ثيوري. يعني انتوا بداتوا تاخدوا سيجنالز، اما هتاخدوا كمان بقى كورسات الكوميونيكيشنز كلها والكنترول في ثالثه ورابعه، لن تخلو من الكومبلكس كلها. اي حاجه اصلا بدا يبقى ليها ريد دومين وفريكوينسي دومين يبقى على طول كومبلكس. في كومبلكس يعني في شغل كتير بتعمله باستخدام الكومبلكس نمبرز والالجبرا اوف كومبلكس نمبرز وهكذا. ففي الكنترول ثيوري، في السيجنال اناليسز، ده مش بس كده، ده في حسابات الانتجرالز. وعلى فكره احنا هنشوف ده في الكورس بالفعل، واحنا بنحل مع بعض كده في اخر الكورس لما نتكلم اكتر عن الانتجريشن، هتشوف ازاي انه في انتجرالز هي ريل، هو ريل انتجرال بس امبروبر. امبروبر يعني ايه؟ يعني يا اما رايح لما لا نهايه او بادئ من نقص نهايه، يعني في ما لا نهايه في احد الطرفين، ساعتها بنسميه امبروبر، معتل، تكامل معتل. في الريل دومين ما بنعرفش نحلهم. لو حولناهم لكومبلكس نروح نحل في الكومبلكس ونطلع النتيجه. يعني الكومبلكس يحل لنا تكاملات في الريل صعبه شويه علينا. كوانتم ميكانكس، الكتريكال انجينيرنج، فلويد داينامكس، كل دي علوم فيها ابلكيشنز للكومبلكس اناليسز، وفي منها حاجات هتتعرضوا لها بالفعل ان شاء الله في كورسات السيجنالز والكنترول والكوميونيكيشنز وغيرها يعني. طيب نبدا بقى في تشابتر 2. طيب تشابتر 2 هو البدايه لما يسمى بقى ايه باسم الكورس نفسه اللي هو الدوال المركبه. انا عايزه مش عارفه هل ده القلم بتاعكم ولا ده، شوف كده، لا اكيد ده عشان عايزه الاقلام ما تتلخبطش. طيب تشابتر 2 نبدا ان شاء الله نتكلم على الكومبلكس فانكشنز، الدوال اللي بقى نفسها. احنا كل اللي فات ده بنتكلم على الكومبلكس نمبرز والكومبلكس بلين. يلا نبدا نتكلم على الكومبلكس فانكشنز. ايه تعريف اي فانكشن؟ اف الفانكشن هي علاقه بتعمل ايه؟
رول كده بتخلي فيه كورسبوندنس ما بين كل نقطة في سات A مع نقطة وحيدة في سات B. فتاني a function f from a set A to a set B is a rule of correspondence that assigns to each element in A بصوا ايه اللي بالاحمر ده بقى one and only one element in B. يعني زي نفس الشرط اللي كان موجود في الريل ما ينفعش ال f of x تبقى ليها قيمتين لكن ممكن كذا x يروحوا لنفس ال value بس كل x في الدومين لازم تبقى mapped ل only one value في الكودومين. خلاص ده اذا كانت اصلا الفانكشن ديفايند عندها يعني عند الاكس دي. فنفس الشرط ده برضو موجود في الكومبلكس فانكشنز. ايوه تاني بقول اي فانكشن حتى لو في الريل فانكشنز لازم كلمه فانكشن لما اطلقها لازم تكون العلاقه دي بتحدد لكل قيمه اكس في الدومين قيمه وحيده في الكودومين. ما ينفعش تكون الاكس بتروح لكذا نقطة، ساعتها ما يبقاش اسمها فانكشن، بنسميها حاجة تانية. فنفس الشرط ده في الكومبلكس برضه. يعني ما ينفعش فانكشن تقول لي إن الـ f of 1 بتساوي 5 وممكن برضه يكون بتساوي 10، لا، لازم كل فانكشن تأساين a single value لأي نقطة في الدومين. لكن ممكن يكون في تو values في الدومين بيروحوا لنفس النقطة في الكودومين، ده لا يخل بكونها فانكشن. والدليل على كده أنا ممكن تكون عندي حاجة اسمها f of x بتساوي 5. constant is a function كل النقط x مابد لنفس القيمه بس اللي هي اسمها 5 وهكذا. In elementary calculus we studied functions whose inputs and outputs were real numbers. والfunctions دي بنقول عليها real valued functions or simply بنقول عليها real functions. In this section بقى we study functions whose inputs and outputs are generally complex numbers. يعني الانبوت يبقى complex number والoutput يبقى complex number او اي حاله خاصه منهم. ممكن يبقى الانبوت كومبلكس والاوتبوت ريل، ممكن يبقى الانبوت ريل والاوتبوت كومبلكس، او جنرالي الانبوت كومبلكس والاوتبوت كومبلكس. يعني بدا يظهر كومبلكس نمبرز في الموضوع، ساعتها نقول ايه على الفانكشن دي؟ نقول عليها انها كومبلكس فاليوت فانكشن او سمبلي كومبلكس فانكشنز. تعالوا بقى ناخد الديفينيشن كده الفورمال. الديفينيشن بيقول ايه؟ A complex function is a function f whose domain and range are subsets of the set C of complex numbers. يبقى الدومين subset من الكومبلكس نمبرز والرينج هو كمان subset من الكومبلكس نمبرز. ده in general يعني. طيب تعالوا نبدا نشوف شويه examples على الكومبلكس فانكشنز. فقال لك الاكسبريشن اللي هو اسمه ايه؟ z تربيع ناقص 2 زائد i z. ده كده complex function ولا لا؟ بياخد input complex number اسمه z والoutput هيطلع complex number برضو. طب هل يا ترى كل قيمة z بيطلع لها أكتر من قيمة f of z ولا قيمة واحدة؟ قيمة واحدة. يعني أنا for any complex number z هعوض هنا يطلع قيمة واحدة. طبعا بدأ في دماغكم يجوا حكاية إيه بقى؟ في ناس بدأت تفكر كده طب what if إن هي كان فيها root؟ افرض ظهر عندي root والroot ده مش قيمة واحدة. ده كلام هايل هنبدا لما احنا هندرس في تشابتر 4 حاجه اسمها الاليمنتري فانكشنز. ففي فانكشنز كتيره علشان نعرف نسميها فانكشن هنحط شروط. هناخد ما يسمى بالايه؟ بالبرنسبل فاليو بس عشان تبقى سنجل فاليود، لانها طول ما هي مالتيبل فاليود ما تنفعش تبقى اسمها فانكشن. انا ممكن اجيب جذور بس ما اسميش دي فانكشن الا لما احدد قيمه واحده منهم ونتفق عليها. الكلام ده في الجذر وفي اللان وفي كذا فانكشن زي ما هنشوف هيبقى ظاهر فيهم ان هم ممكن يكون في قيم كتير الا لو انا حددت حاجه فيهم. طيب يبقى الاكسبريشن ده can be evaluated at any complex number z and always yields a single complex number. وبالتالي f defines a complex function. شكرا محقق التعريف. يبقى التعريف عشان الفانكشن تحقق الشروط لازم ايه؟ الانبوت والاوتبوت يكونوا الاثنين complex numbers ولازم يكون في لكل input unique value unique output. لو ده مبدئيا الحاجات دي اتحققت يبقى انت ايه هتسميها complex function. طيب فهنا بيقول لك مثلا تعال نشوف كده ال complex function دي قيمتها ايه عند ال z ب i او عند ال z ب 1 plus i. فهنا بيقول تعال نعوض
هبدأ بقى عادي اقول f of i، ادخل الارجمنت يبقى اسمه i، ما يبقاش اسمه واحد واثنين وريل نمبر زي الاول، لا هيبدأ هنا يبقى complex number عادي خالص. f of i بيساوي ايه؟ اعوض اشيل الزاد اللي فوق واحط مكانها ال i دي، يبقى i تربيع ناقص 2 زائد i في i. والحمد لله من المراجعة اللي عملناها المرة اللي فاتت افتكرنا تاني الالجبرا بتاعت complex numbers، الجمع والضرب والحاجات الاساسية دي، فتعرف تسمبليفاي الاكسبريشن ده وتوصل بيه لرقم اسمه ايه في الاخر؟ ناقص 2i. يبقى according للفانكشن دي قيمة الفانكشن عند النقطة اللي هي اسمها زد بتساوي i هيساوي كام؟ ناقص 2i. نفس الشيء لو اخدت الرقم اللي هو اسمه 1 plus i عوضت بيه في الاكسبريشن بتاع الفانكشن، عملت حساباتك للضرب والقسمة والباور وكل الحاجات، يطلع في الاخر رقم اسمه ناقص 1 ناقص i. يبقى ده الايمج اوف 1 بلس اي. تمام؟ برضو مش لازم تكون الفانكشن شكلها كده احنا متعودين عليه، زد تربيع وزد وكده، لا بصوا كده الفانكشن دي بتقول ايه شكلها ايه؟ جي اوف زد بتساوي زد بلس ري اوف زد. هي دي تنفع تبقى فانكشن؟ ليه لا؟ الانبوت هيبقى كومبلكس نمبر، الاوتبوت كومبلكس نمبر، والاوتبوت دايما يونيك، ولا ايه رايكم؟ هو ريل زد ده ليه قيم كتير ولا قيمه واحده؟ قيمه واحده، والزد ليها قيمه ان كل زد برضه هي نفسها قيمتها، فده هيطلع يونيك فاليو. يبقى الشكل رغم انه بالنسبه لنا غريب شويه ولكن ده فانكشن، كومبلكس فانكشن. يبقى this also defines a complex function. وبعض الفاليوز بتاعتها ايه مثلا؟ تعالى نعوض كده عن الزد باي، نفس الرقمين اللي استخدمناهم فوق الاي وال1 بلس اي، تعالى بقى نشوف الفانكشن جي دي تديهم قيم ايه. فجي اوف اي هتحط الاي زي ما هي زائد 2 الريل بارت بتاع اي، طبعا الريل بارت بتاع اي بكام؟ بزيرو، يبقى الكلام ده هيطلع نتيجته باي. يبقى الفانكشن دي ودت اي لاي برضو، بس لو حطينا فيها مثلا رقم اسمه 2 ناقص 3 اي، فالقيمه هتساوي ايه بتاعت الفانكشن؟ 2 ناقص 3 اي برضو زائد ضعف الريل بارت. مين هو الريل بارت بتاع 2 ناقص 3 اي؟ 2. يبقى ناخد 2 نضربه في 2 يبقى 4، نجمع الأربعة دي على الريل بارت الأساسي اللي هو إيه؟ هيدينا في الآخر 6 ناقص 3 أي. وهكذا. يبقى ممكن يكون في إكزامبلز كتيرة جدا لإكسبريشنز تكونها أوف زد وتطلع تنفع تبقى فانكشن. مع ملاحظة إن لازم تبقى ليها يونيك فاليو. يونيك فاليو لكل زد. طيب. الدومين بتاع الكومبلكس فانكشن هو إيه؟ وين ذا دومين أوف كومبلكس فانكشن؟ ما هو حاجة من الاثنين، يا الدومين يكون هو مديهولك explicitly يقول لك الفانكشن دي الدومين بتاعها كذا، يا إما مش مديهولك يبقى هتقول by default الدومين هو إيه؟ كل complex numbers ما عدا النقط اللي الفانكشن مش متعرفة عندها. طيب؟ ف for example الفانكشن دي اسمها z square ناقص بين قوسين 2 زائد i في z، وبرضه z زائد 2 real z، هل دول في نقط في زاد ما ينفعش اعوض بيها في الفانكشن؟ لا، معرف اي زاد تاخدها تعوض بيها تدي لك قيمه. يبقى هنا الدومين بتاعهم هو ايه؟ سي، كل السيت اوف كومبلكس نمبرز. لكن الفانكشن هي اسمها زاد على زاد تربيع زائد واحد، ايه النقط اللي ما ينفعش تعوض بيها تبقى الفانكشن مش ديفايند؟ اللي هي الاصفار بتاعه المقام، زاد تربيع زائد واحد بتساوي صفر، يعني زاد تربيع بتساوي ناقص واحد، كأن انت هنا اصفار المقام هم التو سكوير روتس بتوع ايه يا جماعه؟ بتوع ناقص واحد. طبعا احنا عارفين كده مبدئيا انه زد سكوير بتساوي ناقص واحد، التو روتس اللي هما بلس ماينس جذر ناقص واحد يعني بلس ماينس اي، ولو حاولت تعملها بالتفصيل بقى بالكي وس هيطلع لك بلس وماينس اي. ماشي؟ يعني الماينس واحد التو سكوير روتس بتوعه هما بلس وماينس اي، فهتلاقي ان كل الكومبلكس دومين ما عدا النقطتين دول هو ده الدومين بتاع الفانكشن هي اسمها زد على زد تربيع زائد اي. وهكذا. يبقى الدومين باي ديفولت يا اما هيبقى الكومبلكس نمبرز كلها، يا اما هتستثني منها النقط اللي الفانكشن مش متعرفه عندها ان وجد. كل الحاجات اللي هتاخدوا مسائل في الشيت تتدربوا عليها في الحسابات يعني. طيب زي ما انتم شايفين لما انا احسب اي اف اوف زد النتيجه بتطلع ايه؟ كومبلكس نمبر جديد ليه ريل بارت وليه ايماجيناري بارت. يبقى في حاجه اسمها الريل والايماجيناري بارتس اوف ا كومبلكس فانكشن.
لو أوميجا بتساوي f of z is a complex function, then the image of a complex number z equals x زائد i y under f هيطلع ايه؟ complex number جديد اسمه وليكن أوميجا أو w بتساوي u زائد i v, هو complex number جديد. يبقى لو احنا عوضنا عن الz بتساوي x زائد i y في الفانكشن الأصلية f of z, نقدر نإكسبرس يعني ممكن ايه لو عوضت عن الz انها بx زائد i y في الإكسبرشن بتاع الفانكشن وفضلت تعمل شوية جبر الضرب والجمع والحاجات دي لحد ما توصل لصورة يكون فيها جزء ريل لوحده. طبعا انت عارف ان الx والy لوحدهم ايه؟ ريل. الx والy دول ريل, فلو وصلت الإكسبرشن of x وy يبقى ده ريل زائد i في إكسبرشن تاني of x وy. يبقى في الحالة دي ال u وال v هم دول مين؟ دول الريل والإيماجيناري بارتس بتوع الفانكشن, وجبناهم بدلالة الريل والإيماجيناري بارتس بتوع الz. يبقى في الحالة دي بنقول إن الفانكشنز u و v are called the real and imaginary parts of f respectively. ويلا ال two examples اللي احنا من شوية حسبنا قيم الفانكشن عندهم شوية نقط, تعالوا نجيب expressions لل u وال v بتاعتهم بداية x و y. ابدأوا كده حلو, ابدأوا اعملوها كده كإكسرسايز. ايه المطلوب هنا؟ عايزك لكل واحدة من التو فانكشنز دول تجيب ال u وال v بتاعتها بدلالة ال x وال y. فالمطلوب تعمل ايه؟ هتقول كده let z بتساوي x زائد ال i y. تمسك الفانكشن الأولانية اللي هي كانت كام؟ z تربيع ناقص 2 زائد ال i z, وتعوض عن ال z ب x زائد i y. يبقى ده كده x زائد ال i y تربيع ناقص 2 زائد i في x زائد i y. اعمل بقى شوية جبر, فك أقواس واطرح واجمع لحد أما توصل لأن ده جزء كده بدلالة ال x وال y زائد i في جزء تاني بدلالة ال x وال y. يبقى الأولاني ده بنسميه مين؟ u, والتاني اللي مضروب في الاي هنسميه v. يبقى انت كده بتجيب الريل والإيماجيناري بارتس بتوع الفانكشن بس بدلالة ال x وال y. اشتغلوا, وأول واحد كده يقول لي وصل لل u وال v بكام؟ ال u بكام؟ طيب x ال u طلعت x سكوير ماينس 2x بلس y ماينس y سكوير, صح كده؟ وال v ايوه 2xy ماينس x ماينس 2y. عارفين هنعملها ازاي بقى؟ يبقى هنعمل ايه؟ ها؟ هنفك بس ده. لما تفك القوس ده يطلع لك ايه؟ x تربيع زائد 2i xy ناقص y تربيع. لما تفك الاثنين دول في بعض 2x ناقص y زائد ix زائد 2iy. تعمل خطوه كمان تختصر فيها التو اكسبريشنز دول, تجمع الاجزاء الريل لوحدها والاجزاء اللي مضروبه في i لوحدها, يطلع اليو اللي احنا لسه في ناس طلعته هو اللي هو قلنا ايه؟ قلنا x تربيع ناقص 2x, x تربيع ناقص 2x زائد y ناقص ال y تربيع. ده كده كل ده ال u, وال v هيطلع 2xy ناقص x ناقص 2y. خلي بالك ال u وال v هما كمان لازم يكونوا ايه؟ real. ال u وال v ليهم real values, وال v هو اللي في الاخر بيتضرب في ال i. طب يلا برضو حد عمل z زائد 2 real z؟ ال real part بكام؟ ال u 3x وال v ب y. خلاص كده؟ وممكن قوي تلاقي function
بتاخد الانبوت كومبلكس نمبر بس دايما بتطلع الاوتبوت ريل. حد كده ممكن يديني مثال على فانكشن بالشكل ده؟ الانبوت بتاعها دايما هو ممكن ياخد اي كومبلكس نمبر بس الاوتبوت از اولويز ريل. مودولس زد، لو انا قلت اف اوف زد بتساوي مودولس زد، او اف اوف زد بتساوي ري اوف زد، او اف اوف زد بتساوي ايماجيناري اوف زد، صح؟ يعني في حاجات كتير قوي تطلع لك الاوتبوت دايما ريل مع ان الانبوت كومبلكس. فكل الكومباينيشنز ورد، او الانبوت ريل بس الاوتبوت بتاعه يطلع كومبلكس وهكذا. طيب طبعا زي ما الانبوت زد ممكن تعوض بيه على انه اكس زائد اي واي، فممكن برضو يبقى في حالات تانيه، وده هنشوفه كتير قوي واحنا بندرس الاليمنتري فانكشنز ان شاء الله في شابتر 4. يبقى الاسهل عشان اعرف اوصل للريل والماجيناري بارتس اني ادخل زد في البولر فورم اللي هي ايه؟ ار وثيتا. فكل الحكايه بس في الحاله دي انه هيطلع لي الاف اوف زد اليو والفي بداله الار وثيتا بدل ما هو بداله الاكس والواي. في حال بتبقى دي اسهل. بس خلي بالك الفانكشن اف كده اف نفسها في ريكتانجلر ولا في بولر فورم؟ الاف في ريكتانجلر عادي يو زائد اي في، بس اليو والفي بدلاله مين؟ البولر كوردينيتس بتوع زد. لو الاف عاوزين نحطها بقى في بولر فورم لازم تطلع مودولس وزاويه جوه. طيب ففور اكزامبل لو انا عندي زد تربيع، هتلاقوا ان زد تربيع الطف بكتير لو عبرنا عنها بالبولر فورم. بصوا كده، لو انا عندي الزد بار حطيتها في البولر فورم، ار في كوزاين ثيتا زائد اي ساين ثيتا، وجيت اجيب الزد تربيع، احنا عارفين ان هي هتبقى ايه على طول؟ احنا حتى عارفين المره اللي فاتت الباور فانكشنز دي، زد تربيع بيديني الكومبلكس نمبر الجديد. ايه علاقته بالزد؟ انه المودولس متربع والزاويه مضروبه في 2، اللي هو زي ما انتم شايفين هتبقى ار تربيع في بين قوسين كوزين 2 ثيتا زائد اي ساين 2 ثيتا. يعني الريل بارت هنا هو مين على طول؟ ار تربيع كوزين 2 ثيتا، والايماجيناري بارت ار تربيع ساين ثيتا. فساعات البولر فورم تديني معنى اوضح للفانكشن من ان انا اقعد احط اكسبريشن مكلكع باكس وواي. ادينا بنشوف كل حاجه ونتعود على كل الايه الفورمز يعني. طيب نبدا في سكشن 2.2. واحدة كده. مش عايزة اجيب الكرسي ده. سكشن 2.2 اسمه ايه بقى؟ اسمه complex functions as mappings. لما احنا في الريل اناليسيس وانتوا في اعدادي اتعرفتوا على الفانكشنز الاساسيه ساين وكوزاين واي باور اكس والحاجات دي كلها، اتعلمتوا الرسومات بتاعتها صح، الجرافس بتاعتها كلها درستوها، وده كان مهم انك تشوف الفانكشن يعني تشوف الجيومتريك ريبريزنتيشن بتاعها، ده مهم. طيب بالنسبه للكومبلكس فانكشنز، هل هنعرف نبلوت الفانكشن؟ خلي بالك الانبوت كومبلكس نمبر، والمره دي الدومين ريجن كامله، والاوتبوت كومبلكس نمبر والرينج برضو ريجن. طب ايه هنطلط الفانكشن ازاي؟ فهنا بيقول a useful tool for the study of real functions is the graph of the function. Recall that if y بتساوي f of x is a real function, then the graph of f is defined to be the set of all points اللي هي ايه؟ x مع ال f of x بتاعها توصل النقط ببعض يدي لك الجراف بتاع ال f of x. هاويفر بقى ايه الانالوجيست ده في الكومبلكس بلين؟ في الكومبلكس بلين لما انا اقول w بتساوي f of z فهنا دي كومبلكس فانكشن. المشكله هنا ان بوث الانبوت والاوتبوت بتوعها كومبلكس نمبرز موجودين في الكومبلكس بلين، فبالتالي انا عندي البوينتس اللي هي اسمها z و f of z دلوقتي بقت كانها ايه؟ 4 dimensional، 2 dimensions للz و2 dimensions للf of z.
ما نعرفش نتخيل حاجه في الفور دي سبيس، احنا اخرنا الفري دي سبيس، اخرنا ان انا مثلا عارفين لو انا ممكن ادخل دايما مثلا الزد كومبلكس واضمن ان النتيجه ريل، خلاص ده كانه لما نيجي نبلوت دي عامل زي مثلا سيرفيس فوق الزد بلين، لكن النتيجه كومبلكس برده مش هنعرف خالص نتخيل، دخلنا في فور دايمنشنال سبيس. فهنا اذا وي كانوت درو a graph of a complex function، مفيش حاجه اسمها drawing a graph of a complex function او plotting a complex function. لكن ايه اللي ممكن نعمله بقى؟ تعالوا بقى نشوف ايه اللي هنعمله. اولا هو بس بيقول لك ان كلمه complex mapping، كلمه complex mapping refers to the correspondence determined by a complex function omega بتساوي f of z between points in a z plane and images in the w plane. It provides an alternative of way of giving a geometric representation of a complex function. يعني هنبدا نقول ايه؟ طب انا هفصل التو بلينز عن بعض، هعمل بلين اسمه z بلين في ريل وايماجيناري بارتس، وهعمل بلين تاني اسمه اوميجا بلين او w بلين. مين الريل والايماجيناري بارتس بتوعه؟ u و v. وكان انا هقول ان الكومبلكس فانكشن دي بتاخد كل نقطه في z بلين توديها لنقطه معينه في الدبليو بلين، بتعمل مابينج، بتاخد النقطه دي توديها للنقطه دي. If the point z node in the z plane corresponds to the point omega node in the w plane، يعني بمعنى انه لو كانت ال w node بتساوي f of z node، then we say that f maps z node onto w node، or equivalently z node is mapped onto w node في under ال ايه؟ under ال complex function اللي هي اسمها f دي. طيب تعالوا بقى نقول نوتيشن كده. نوتيشن بتقول ايه؟ لو كانت ال W بتساوي F of Z is a complex mapping and if S is a set of points in the Z plane، يبقى المفروض ايه؟ كل نقطة من النقط اللي في ال S هتروح لنقطة معينة في ال W plane، وبالتالي انت عندك في ال W plane لو جمعت شوية النقط اللي هي الايمجز دي كلها هما هيعملوا لك برضو ايه؟ set جديدة، هنسميها S داش بقى. يبقى we call the set of images of the points in S under F، بنقول عليها ايه بقى؟ ال image of S بقى under F بنقول عليها S dash. يبقى انا عندي set معينة S مكونة من مجموعة من النقط في ال Z plane، كل واحدة ليها image، مجموعة ال images دي بتكون لي set جديدة شكلها مختلف، هنسميها ايه؟ S dash. يبقى كأن S dash هي ال image بتاعت S under المابنج اللي هو اسمه f بتساوي ايه او w بتساوي f of z. وبالتالي ايه الجيومتريك ريبريزنتيشن اللي احنا هنعملها بقى دلوقتي في الكومبلكس بلين كبديل للرسم اللي كنا بناخده في الريل فانكشنز؟ ان احنا هنبدا كده ناخد تو كوبيز للكومبلكس بلين، بس واحد فيهم هنسميه الz بلين والتاني هنسميه الw بلين، اما تحطهم كده جنب بعض او فوق بعض. هتلاقي examples في الكتاب ساعات حاطتهم فوق بعض او جنب بعض. We began with two copies of the complex plane, the Z plane and the W plane, drawn either side by side or one above the other. A complex mapping is represented by drawing a set S of points in the Z plane. فالبداية كده ان هو يبقى given ليك ال set S في ال complex plane وجيفن ليك شكل الفانكشن، وانت بتدور على الايمج بتاعتها. يا ترى الاس دي هتروح فين في الدبليو بلين؟ النقط دي هتروح لانهي مجموعه نقط هناك؟ فمجموعه النقط دي هتكون سيت جديده شكلها مختلف ومكانها مختلف اكوردنج للفانكشن. المهم ان السيت الجديده دي بنسميها ايه؟ اس داش. ده انتوا هتشوفوا كل حاجه في المابنج ده. ده انت ممكن تبقى بادئ بديسك تلاقيه راح للاين، ممكن تبقى بادئ بلاين تلاقيه راح لسيركل، كل انواع هتشوفه بقى في الجيومتريك ريبريزنتيشن دي حاجات كتير جدا. طبعا احنا بناخد السكشن ده بشكل متواضع قوي لان احنا امكانياتنا المانيوال محدوده في اننا نعرف نعمل مابنج، بس الشابتر ده فيه سكشنز مهمه قوي، دي هتبقى جزء من الاساينمنت اللي هو هيبقى في صوره بروجكت. هتشتغلوا بقى مابنج بس هتعملوه بسوفت وير ماتلاب او غيره. تعملوا بقى ايه؟ لان في حاجات يدويا صعبه عليك ان انت تعرف تعملها باي هاند، الاكسبريشنز تبقى معقده، فده يبقى جزء من الاساينمنت اللي هو الشابتر ده. فحتى اللي يحب من دلوقتي، احنا بس في الشابتر ده واخدين سكشن 2.1 و 2.2 حته منه. انا في الاساينمنت اول حاجه هقول لك كمل قرايه
السكشنز بتاعه تشابتر 2 اللي هو يعني مش كل السكشنز هتكمل 2.2 و2.3 كمان. للي يحب من دلوقتي يبدا يعمل كده هو بيذاكر. ده اول جزء في الاساينمنت. ثم هطلب منك شويه طلبات تعملها بقى بسوفت وير وتشوف شكل المابنج ده هيروح لايه وهكذا لكومبلكس فانكشنز كتير وسيتس كتير. طيب هنا في تو اكزامبلز كانوا اخر، انا كنت طبعا البلان بتاعتي اعملهم في المحاضره بس انا عايزه اعملهم على رواقه والناس مركزه، فهنبدا بيهم ان شاء الله. هنبدا بيهم محاضره يوم الاربعاء الجاي. امتى الكويز بقى بالمناسبه اللي احنا اتفقنا عليه؟ الكويز فاضل له اسبوعين، كويز 1 الاربعاء اللي بعد الجاي. على ايه؟ هنزل اناونسمنت ان شاء الله في الويك اند، ااكد الكويز وميعاده وعلى ايه والستايل بتاعه.